مرحبا مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في داخل وخارج الوطن. المعهد العالي للصحافة والاتصال تخرج الفوج 21 باسم عمدة مدينة الدار البيضاء برسم الموسم الجامعي 2020-2021. لنتابع قراءة الروبورتاج مع موفدة القناة مع الأخت فتيحة. احتفل المعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء أمس الجمعة بتخرج فوج 21 برسم الموسم الجامعي 2020-2021، وتميز هذا الحفل الذي ينظم هذا الفضاء المركب الثقافي أنفا بشراكة مع المغربية للصحفيين الرياضيين بلا حدود، بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والثقافية الوطنية ومسيري الشأن المحلي. وفي كلمة له بالمناسبة قال مدير المعهد العالي للصحافة والاتصال أحمد طلال إن هذا المعهد أصبح على مر السنين رائدا في مجال للتكوين الصحفي والإعلامي في المغرب، حيث استطاع 90% من خريجيها ولوج المؤسسات الإعلامية الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص، مبررا أن طلبة المعهد يتلقون على مدى 3 سنوات تكوينا أكاديميا وتطبيقيا شاملا يهم جميع المجالات الإعلامية. وأضاف أن هذا الفوج حمل اسم رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة أرميلية، موضحا أن ذلك جاء تكريما لمسارها والذي توج بانتخابها أول عمدة للعاصمة الاقتصادية للمملكة. من جانبها أعربت أرميلي عن اعتزازها بإطلاق اسمها على الفوج 21 للمعهد العالي للصحافة والاتصال، مشيدة بجهود المعهد المتواصلة من أجل تكوين صحفي وإعلامي الغد وفي تزويد الساحة الوطنية بأطر عليا قادرة على حمل مشعل المسؤولية الإعلامية. وبالمناسبة استحضرت روح مؤسس المعهد الراحل محمد طلال الذي أتاح الفرصة للإعلاميين شباب الرقي بالمشهد الإعلامي الوطني، مؤكدة على الدور الحيوي الذي تطلع به الصحافة في إيصال الحقيقة وتنوير الرأي العام وتعزيز الديمقراطية. من جهة أخرى استعرضت الرميلي جهود مجلس جماعة الدار البيضاء في النهوض بالعاصمة الاقتصادية ومعالجة مشاكلها وتحدياتها، مؤكدة أن المجلس يعمل على استمرار طلاء المدينة بدورها كقاطرة للتنمية على الصعيد الوطني ورائدة على جميع المستويات. وأشارت إلى أن المجلس انكب منذ أيامه الأولى على إيجاد حلول الإشكاليات التي تواجه العاصمة الاقتصادية من تنقل ونظافة وتحسين مناخ الأعمال واستكمال مشاريع وغيرها بغية النهوض بظروف حياة ساكنة المدينة. للمشاركة في القناة لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد تشجيعا لنا.